بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاتحاد الوطني للشعوب المغرب باعتباره عضو في السكرتارية الوطنية ديال المجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، يعني يحتفي اليوم بعيد الأرض الفلسطيني لنؤكد من جديد على أن هذه الهرولة الطبيعية التي دخلت فيها يعني بلدنا هي غير مبررة وغير منطقية، وأظن على أن تاريخ وذاكرة الشعب المغربي ستبقى دائما مناصرة ومنتصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولن يكون الكيان الصهيوني أبدا عضوا طبيعيا داخل نسيجنا الاجتماعي والشعبي.